هذا التقييم بالنسبة برأيي هو جيد جدا، يعني فير. سندات أبو ظبي كانت في الصندوق الثانوي على مستوى 4.8%، والسندات الإمارات اجت في السوق الجديد على 4.86. أنا متأكد أنه حينزل هذا المستوى، مثل ما شفنا الطلب كان قوي جدا والطلب حيكمل في السوق الثانوي، وحنشوف سندات الإمارات وأبو ظبي يعني حتكون قريبة جدا على بعضها من ناحية المستوى العوائد في السوق الثانوي. زياد، بالنسبة لهذا الإصدار، البعض يقول بأنه الحكومة الاتحادية لم تكن بحاجة إلى هذا الإصدار، فبالتالي ما هي لربما المبررات الدخول إلى سوق الدخل الثابت للحكومة الاتحادية؟ إيه طبعاً، الحكومة الاتحادية ما عندها الديفيسيت القوي اللي بيحتاج للتمويل، لكن السبب الأهم للتمويل ويكون عندهم وجود في أسواق السندات هو أن بناء منحني العائد اليلد كيرف، هذا بناء مهم جدا للأسواق المالية للكابيتال ماركتس، وهذا يدعم الإصدارات من قبل الإمارات الأخرى مثل الإمارات الشارقة أو دبي أو غير الإمارات إذا بتحب تعمل إصدارات في السوق، وأيضا من البنوك والشركات من كل الإمارات، لأنه إذا ما في عندنا مثل ما نقول بنش مارك من الحكومة الفيدرالية، من الأصعب تسعير هذه السندات من البنوك أو الكوربريتس الذين يحتاجون أن يكونوا موجودين في السوق. زياد، إذا أردنا أن نقارن تسعير هذه السندات مع إصدارات من حكومات لديها نفس التصنيف الائتماني، كيف تقارن؟ يعني كيف كان التسعير مقارنة مع سندات دول مماثلة من حيث التصنيف؟ هو الشيء اللي نفتخر فيه أنه ما في كثير بلدان في عندها تصنيف العالي جداً، يلي هو تصنيف الإمارات، يعني على نفس المستوى عن اليو كي مثلاً، إنجلترا. مش هيك، ما في عندنا كثير كومباريجن، بس إذا فيك تقارني مع الـ AA كوربريت في أمريكا، يلي كمان هن نادرين، الـ AA كوربريت المستوى يلد عليهم 80 فوق التريجوريز. بقى يعني الإمارات اجت 20 نقطة مئوية أفضل من الكوربريت الـ AA. هلا طبعا إذا في سوفرين من أوروبا عنده مستوى AA وكمان بيعمل إصدار في الدولار، بتوقع إنه يجي يعني المستوى يكون حتى أوطى من الإمارات، بس يعني مش أكيد من هالشيء. ليش حيكون هالشيء؟ مثلا إذا اليو كي عمل بوند بالدولار، وهذا بيكون شيء نادر جدا، وأنا اشتغلت على بوند دولار من اليو كي من سنين ماضية. ليش؟ لأنه اليو كي موجود في أوروبا ونحن موجودين في الشرق الأوسط، ونعتبر بلد في من بلد البلدان الناشئة، مع أنه الريتنج تبعنا أعلى الريتنج بالعالم. فدائما في ريسك بريميوم اتاتش، لأنه دول ناشئة وليست متقدمة. 100%. زياد، على الفترة القصيرة المقبلة أين ترى الفرص في السندات في المنطقة؟ هل هي في السيادية أم في الكوربريتس التي بمجملها هي بنوك؟ وكنا قد شهدنا إصدارات عديدة من البنوك لزيادة قدرتها طبعا على الإقراض وسد هذا الطلب. أنا بلاقي السندات مثل ما قلت على هذه المنصة وغير منصات السندات المنطقة، إذا كانت من الإمارات أو من السعودية بشكل خاص، بلاقيها مغرية للاستثمار على هذه المستويات، ومن ضمن هذه السندات أفضل السندات السيادية وسندات البنوك. طبعا يعني لازم نشوف أي بنك وبالضبط، بس ما دامك بنك في الإمارات وفي السعودية وين الرقابة السنترال بانك قوية جدا، بعتقد الريسك على هذه البنوك جيد جدا، خاصة إذا عم نحكي عن سينيور. إذا كان البنك عم يعطي، وكمان فينا البنوك عم يعملوا هلا سوبردينيتد ديت، وشفنا في 81 كمان يعني كثير بالسعودية 81 100%. بدك تشوف التسعير يعني on a case by case basis، بس بعض الإصدارات خاصة الـ 81 عم يجي تسعيرهم يعني quite tight مثل ما بنقول، بقى بدك تشوفي on a case by case basis.